النهارده هبت معايا بحوار كده، هو يمكن يكون متسرع شويه بس يمكن عشان الجو هنا حر حبتين ثلاثه، وغير كده ان المدير بتاعي كلمني وقال لي ان شكل شعرك كده مش متناسب مع بقيه العمل او شكله مش احترافي كما يجب، وعشان كده قررت اني وبنفسي هو النتيجة بالنسبة لي مش بطالة، ومع ذلك مرضية جدا بالنسبة للكارثة اللي أنا عملتها. أهم حاجة ما تنسوش تقولوا لي نعيما في التعليقات، وتقولوا رأيكم كده أفضل ولا الأول. بس كده، سلام.